كرة وركس كسرة وتبرمج كان حقد دولة إكسوك بنه وربعين هذا عالم كا يدبلوماسية دا الدجال كستا وربعين هذا عالم كا نديسوك بدونا وحقوه وين ستات خضب وحساسة أو لجهلي وشيس كدفاع ودحية سومالي يدلك طرقة يقضى بهر لا وديك كسيكري يدلك إيطاليا يدي صوب حيان عندما إن الشيس كني الدفاع وسكوكه منين بدأ كليا يمد كم يدوس رادة سومالي أو رئيس أسي وربعين هذا عالم كا تفاصيل آد ولركب حيي سبا وكيمي هشيس كدفاع تركي يا سوماليا سوى سوى وشاشاسي تلك ايتوبيا وديار غروبا وعصوب حي غضب ديريا او لحجد هشيس كدفاع ادحمر تركي يا سوماليا كاسو موشيريا ان هشيس كان يدفاع وسنكو كومنين لنا عم بدو اوكليا بل سيزيدو كلا اي لحجدان غضب انتاسي كبادن لنا امنيقا وزيرك كرسورك يرمان تسورك دولد فترارك يا سوماليا حسن معلم محمود او رئيس سيني وربهنت الجزيرة ايه شاقي وعي ايد نعس نوح الدافة سوماليا اتي كسو كبانة سعولات دير تاسي كمدقنا اللي قوحد قد بكرو كعماها كمان لابان كرنو مركانو ارقنو قردردا تاسي نوانو ارقني وزيرك كرسورك يرمان تسورك دولد فترارك يا سوماليا او سيهال لي ايه يدي انه شيسك الدفاع تركيك او صنعين بيتكو حد قد بي وضن كلا بلسو ايهاي بالله لنعيد الدفاع هرمانت خيراتك إيه سوماليا سيلو قال هرمار وارا يبرو قد ضدك إيه لسدة ووضعي نمضة بدا سوماليات يسيلو إلا ليو لغان هرطوك كوحد كدبك إيه مدحبالاند سوماليا بدا بريق إيه سيدوك كلا هودا بسيرك عدالات سوماليا إيه كاد ليه شيسك إيه سفكرتك إيه دولد يتوبي إيه لسيحة مملك سوماليان ساو كتل مهمي طلابات دانتانسيا او ميل كدع كوا هشيسيادا اي عالميقا سيدو كلانا حاد قدب عاد كوا مدح بلانا دا سوماليا وعاجرت مبادي ارانيا نبادا المكلا قيبين كرا وحالي يابلا انهو جميع مملكة سوماليا المسابيه عبد اللي يدهدو وزوزراء توبيا اي هشيس الله سيحيداي وسيرك غرسورك اي دولاد فدرارك اي سوماليا اي وربحين قد حوكا بحي اي سابا هشيسك او دحي دالك طريق اي سوماليا يقدب بدأ قمي مسنا وزيرك عدالة دا سوماليا ايه شاقي البابيد دوني دا ايان قراعني سيانو قوهر تقنو ديواتويك بلادن ايه سوماليا كوساو جان تركيك ايان كيشوابي تاقيرا دودو ومدنو عيبادن يدو كاكو مسيا بكالة دوغن يشيسك دفاعا ايو دحي تركيك ايه سوماليا انقو قماد علينا تركيك جوابتي سيدونا كلاا برسواعي سعودتي مدسانا دا طباكي سنة الصولة في تاقيرا دا ايه تركيك وسينا ايه سوماليا وعلى معنى إن مركز صاحب أما اللمانة وتاقر الكويت زيستو آد موجسة بلنقات كاقا سيدا سيدارتات الشيسكا تركيكا أن لقل لي كما ديكنا بيتكو حد قد بي يوضه كلا أناقونا وحان عين كون نبدا كباقي بلس إسلامرهان تا كعماها كما اللابانا إنو مركان أرقنا قردرو كيسكا أفركو حبان تاي إنا لچان قادو عالمكا وحان أبهانا يهور مرد غالي waxaan sidoo kale u baahanahay inaan dadkeena barwaaqo u horseedno waxaan helaynaa karti weyn hadii aan iskaashano waxa dhacday in Ethiopia sanado badan ama xitaa qarniyo aanu jaarnahay waxaan go'aansatay inay qaadato talaabooyin kicina oo ay ku antoonayso in heshiis safkarada ay la siixatay hoggaamiyad deegaan oo lagu magacaabo Muuse Biixi oo qayb ka ah Soomaaliya taas lafteedu waa ku xad gudub heshiisada caalamiga ah يحد قد بعد أول أسمي مدح بنانة الصومالية أي روسير كانت السوركة يعدالة دي الصومالية مرربطان وحن كنو حن حسني إنا ربنا إن صومالية نبط أي نغطة يد إي عالم كبا عالم كنا وحكب لاما يدرس كينا ما نان دوران درس كينا لكن تلابد يتوبي إيكو قاعدة وحايد نسي الدراء يدان دانس وين وحي مركز كد بي صومالي وحيرادينيسي تاقرة عالمها sababta ugu weyn waxa ahayd inaan ulaalino badeena iyo dhulkeena kadibna aan ka faa'iideysano khayraadkeena si aan horumarino una kobcino awoodeena amni ee muddada dheer waxaas oo dhan waxay u baahan yihiin inaan hubino in badeena iyo dhulkeena aan ilaalino kadibna aan ka faa'iideysano khayraadkeena si aan horumarino una kobcino awoodeena amni ee muddada dheer waxaan u baahanahay difaac wanaagsan سيانو غارتوغنو غبس الشد غيب كمدة ممكينة أيرو سيرك عدالة
يرمان الدستورك هذا يبتدك تاقن باب المندب ومد آدو دران صوبتو وامريكا دغلاع الدوني دا وعن نسيب دراء إن علاد هاد إغارك وصارن تاي وعن لقيابا إن تبكني أوسام أيو دلك درس كلا يو دغلاع الدونك تنوى مد آد وين نسيب دراء الصوماليا وعن سمين إنو وين مركاس آنسيحنو هشي سيداني سيد حدر لي أولاقو مارمانا وشددو وين أكارتقنو وحكستو أصامينكو يلانكرا الصوماليا أيو راعيو رئيس قوسي وربينتا الجزيرة مسيرك أرمان تستورك إي عدالة الصوماليا وربورك دولة دولة الصوماليا كدب فوضة أمني وماشا كرد عدي إيو حكفا إيديستي كحاركي جهيسادا سيدا سيدارة الصوماليا ما أقلان إيسو إن مركل أيدا عدا سيدا سوكلا مربنا إيان نقونا مرين لو مرد دنبيادة أبابلان ما نربنا إن أرد أرقي كحيساد أي هلان قوب قبادا ويكا ويران عالمك ما نربنا واحكا لا أو خلخل قلنكرا حيسو لو ندا إيو نباد قليادا أناق أي تاقر رادينينا نبادنا وانكو باقينا إي مركل كعريي مسيرك عدالة دي سوماليا أدان هاي سومالي وحان هاي كوفي جيغن أناقو قادانينا تلابوين فرفرعون وان فيلينو waxaa dhici kara kor inta aysan dhicin waxaan hadda si fiican u soconaa anagoo qaadayna tilaboyin oo laga marmaana kuwaas oo tilaboyin ka hortaga sababtu hadda waxaan ognahay waxa dhici kara marka ay wax khaldamaan xareerahayna wixii ka dhaca Babul Mandab Soomaaliya waxay qaadan doontaa mas'uuliyadda dhulkeeda kharashkeeda gaarka ah ee ka dhasha arintaasi kama tagi doonta suurtagalmada in cid kale ermeeda soo fargeliso waxaan qaadi doonaa tilaboyin laga maarmaana heshiiskari ee Soomaaliya iyo Turkiga wuxuu ilaalinayaa dhammaan dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya ay u shirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka heshiiskan wuxuu dhaxeeyaa dawladda Soomaaliya iyo Turkiga Soomaaliland waa gobol kono goosada oo ku dhawaaqay in gooni ay soo taageen cid aqbashi ma jirto cid aqoonsanina ma jirto taas oo macnaheedu yahay in sharciga caalamiga ay tahay qayb ka mid ah Soomaaliya oo hoos tagta madaxbannaanida Soomaaliya sida ku qoran Axdiga Qarmada Midoobe sidaas darteed ciidana ma iman karto oo ma odhan karto waxaan heshiis la galnay gobol ka mid ah Soomaaliya sidaas si la mid ah Soomaaliya heshiis lama geli karto mid ka mid ah gobollada Itoobiya sida Amhaarada ama Cafarta waa nasiib darro waxaan dhihi karnaa waxa ay duqnimo aad u weyn ay u dhaw sirka arma garsoorka iyo arma dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Macallin Maxamuud inta uu ku guda jiray wareysi dheer oo sii jiray telefishinka Al Jazeera dhinaca sharci dejinta waxaan leenahay dastuur aan dhamaystirnayn waxaan u noqonaa dastuurka kumeel gaarka waxaan dib u eegid ku sameynay dastuurka tan iyo markii la doortay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxayna ka mid ahayd balmiisi Allah doorashada ee ballan qaaday in la dhameystiro dastuurka federaalka Soomaaliya kadib waxaan bilownay inaan isugu yeedno golaha talada qaranka oo loo yaqaan dawladda federaalka iyo dawlad goboleedada ee xubnaha waxaan lagu soo gabagabeeyay heshiis siyaasadeed oo laga gaaray qodobo dhowra oo la isku mari lahaa qaab dhismeedka siyaasadeed waxa markii ugu horeysay la soo jeediyay in wax laga bedelo dastuurka baarlamaanka iyo looga hadlay marka ay dhameeyeen waxa yeelan doona dastuur Soomaaliyeed taas lafteedu waxay la macno tahay fulinta ballanqaadka madaxweynaheena ee uu sameeyay xilliga Allaha ee uu wasiirka cadaaladda ee Soomaaliya intaas kadib shacabka Soomaaliyeed ayaa afti u qaadi doona ha ama maya waayo rabitaanka shacabka iyo hadalka ugu dambeeya tani waa macnaha dhabta ah ee ku dhaqanka dimuqraadiyadda taas macnaheedu waa in dadka Soomaaliyeed nabad ay ku nool yihiin isafkaradka Turkiga oo inta badan la xidhiidha amniga wuxuu ka dhigan yahay in Soomaaliya ay dhismayso oo ay ku socoto dhismaha dowladnimada gaar ahaan guula aan ka gaarnay la dagaalanka argagixisada markii ugu horeysay ee Soomaaliya laga saaray deymaha ay ku lahaayeen caalamka waxayna ka dhigan tahay in Soomaaliya maanta wadamo kale aysan deyn ku lahayn waxaana muddada koobnayd ee lasoo dhaafay lagu guuleystay waxaan ugu yeerno in la qaado cunaqabateynta ciidamada Soomaaliyeed taasina hadda ay suurtagelinayso in dalkeenna cagiisa uu isku taago
ايرو شركه السورك هي سوماليا هدانا هي سوماليا وانا قانا وحان سومرناي وعشرة ان كبرناي اي كسو قبقبي سيداد قدب اي قمي مسان اي لها دل سوبرق وحاكم دا كو انه شيس كان اوزعون دون متطبان سناء لبا الى دقالي او دير اه او عاوين كرا كبع دقالا سوماليا صدح سوماليا وحي فسعده هاو لقالة عركة ولكا يبدا اني سودة شراء هاو لقالان عندما دا تركيك اي سوماليا يمبدين تشروع دا بدا اي لبدا دالي افر قيب كمي دا شيس كا تركيك وحالو او قلا داي انو دفاع مدح بانان دا لولاد عراد اي حيبا سوماليا اغاق قاركا اي دقالها iyo in laga hortago dalalka iyo kuwan guriyeenaya iyo sidoo kale in laga hortago dhammaan noocyada falalka sharci darrada iyo dambiyada abaabulan ee ka dhaca badda Soomaaliya sida barcadbadada argagixisada iyo kalumaysiga sharci darrada iyo daadinta walxaha qashinka sida nukliyeerka iyo shucaaca oo lagu daadiyo badda Soomaaliya marka shanaad waxaa ka mid ah in Turkigu ay hormariso warshadaha dhismaha maraakiibta iyo dhismaha dekedaha guud ee Soomaaliya todoba Turkigu wuxuu ka caawinayaa heshiiskani habaynta iyo iswaafajinta sharciyada badda maaraynta kalluumaysiga marka sideedaad waxaa lagu heshiiyey bixinta kaalmo farsamo oo ku jirta tababarida iyo qalabaynta ciidamada badda ee Soomaaliyeed sida maraakiibta dagaalka iyo dooyaha baysan oo dheereeya